راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 18 من شهر 2 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. جرحى وإصابات في مواقف واعتصامات في الخرطوم وعدد من الولايات، واحتجاجات في كتم بولاية شمال دارفور إثر مقتل مواطن رميا بالرصاص، وفاة وإصابة شخصين في حريق هائل بمعسكرات السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور. السلطات تعتقل 38 ناشطا في الخرطوم وزيادة هائلة في رسوم الخدمات الطبية الحكومية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اعتقلت السلطات الأمنية صباح الخميس أكثر من 38 ناشطا من مختلف أرجاء الخرطوم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، بينما واصل أكثر من 100 معتقل في سجن سوبا الإضراب عن الطعام لليوم الرابع احتجاجا على استمرار احتجازهم بدون بلاغات. وقال المحامي عثمان بيصري لراديو دبنجا أن الاعتقالات طالت 17 من التشكيلين أثناء رسم جداريات بالقرب من استاد التحرير بالمزاد بحري في الساعة الأولى من صباح الخميس، كما طالت الاعتقالات 21 شخصا في مختلف أرجاء الخرطوم. وأضاف المحامي عثمان بيصري في هذا الخصوص: حتى صباح اليوم اعتقالات مستمرة للناشطين في لجان المقاومة، وقد بلغ العدد حتى الآن ما ورد إلينا ما يفوق 38 محتقل فجر اليوم لأكثر من 20 أو 21 شخص. ليلة أمس 17 شخص هم من الفنانين تم اعتقالهم من ميدان التحرير في سجن سوبا حتى ليلة الأمس في حالة عن اضطراب عن الطعام. أوضاعهم الإنسانية غير جيدة، لأنه هنالك محتقلين فيهم عندهم أمراض مزمنة، هنالك أشخاص يتناولون أنواع دائمة من الحبوب، كلها منعت إنها تصل لهم. أطلقت سلطات ولاية الخرطوم الغاز المسيل للدماء يوم الخميس لفض مواقف 17 فبراير في الحاج يوسف وشرق النيل، ما أدى إلى وقوع إصابات بينها إصابة بالرصاص الحي في بحري. وانتظمت العديد من المواقف مدن العاصمة الثلاثة والنيل الأبيض والولاية الشمالية استجابة لدعوة لجان المقاومة لمليونية 17 فبراير. ونظمت لجان أحياء بحري اعتصام اليوم الواحد في ميدان شهيد صلاح الحرية بالمزاد، كما نفذت تنسيقية لجان المقاومة كرري بأم درمان مواكب واعتصام اليوم الواحد بشارع النص وفاء للشهيد منذر براي عبد الرحيم بيبو. وأضاف مشاركون في الاعتصام: النظام اللي بيتكلم الانقلابي اللي هو حول حياة السودانيين لوضع اقتصادي أسوأ، الآن المحامين بتاعنا الطوارئ قالوا في 208 معتقل. الناس كلها تابعت الفيديو بتاع توباك، والتحية هنا لتوباك ومتوباك، لأنه ببساطة شديدة ده شاب هو ما شافوك تعريفه صحيح له إنه طفل أقل من 18 سنة محروم حتى من إنه يشوف محامينه. وفي ولاية الشمالية فرقت الشرطة مواكب 17 فبراير في عبري باستخدام الغاز المسيل للدموع وطاردت المتظاهرين داخل الأحياء في محاولة لاعتقالهم. ونظمت لجان المقاومة في حفير مشو بالولاية الشمالية موكبا جاب سوق المدينة واتجه نحو طريق شريان الشمال لمعاودة إغلاقه. وفي ولاية النيل الأبيض احتشد المتظاهرون في كوستي مرددين هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: قتل المزارع عز الدين خليل مهاجر 37 سنة مساء الأربعاء برصاص مسلحين بالقرب من حي كرامة غرب في أطراف مدينة كتم بولاية شمال دارفور أثناء عودته برفقة والدته من المزرعة، بينما شهدت المدينة توترا واحتجاجا صباح الخميس بسبب الحادث. وأشار يحيى الخمس لراديو دبنجا إلى أن الانتشار الواسع للمسلحين الذين يستقلون المواطن في سكتهم منذ الأسبوع الماضي مما أدى لتزايد التدهور الأمني. وأضاف يحيى:
تغطية لراديو دبنجة في هذا الخصوص. خلال تشييع جنازة الشهيد عز الدين خليل مهاجر، المشيعين شالوا الجنازة من المشرع ويتحرقوا صوب محلية كتم في رئاسة المحلية. لكن المؤسف أن المدير التنفيذي باعتبار أنه هو الرئيس للأمن المحلية كان خاتم الناس خطاب استفزازي جدا، قال لي خانهنا أنا ما قتلت الزول ده، انتوا عارفين الناس اللي قتلوا مفترض تشيلوا الجنازه تمشوا محل القتلوا ده ما تجيبوا لي في المحليه هنا. فكان لا استفز مشاعر المشيعين وبعد ذلك قاموا خصفوه بالسجاره، والامر اصبح خطير الان في محليه كتم بيحتاج لتدخل عاجل من لجنه امن الولايه. وفي ولايه شمال دارفور ايضا نهب مسلحون الواح الطاقه الشمسيه من محطه مياه في قريه كنفا التي تبعد 7 كيلومترات شمال مدينه كتم تحت تهديد السلاح. وأضاف يحيى الخمص لراديو دبنجة في هذا الخصوص. قرية اسمه قرية كنفا، هنالك محطة مياه اللي هو شغال بالطاقة الشمسية. مجموعة برضو من الميليشيات وهم على ظهر المواتر قاموا هددوا الناس في محطة المياه وفكوا لوحة الطاقة الشمسية ويتحركوا طوالي تجاه أحد الفرقان اللي هو موجودة بمنطقة في الجنة. الناس يتحركوا مجموعة كبيرة من المواطنين وتصبوا العطر ومشوا في موقع الفريق، لكن طوالي قابلوهم بالمواتر والأسلحة وضربوا فيهم الصغيرة وقال لهم ما في. توفى الطفل عبد الوهاب آدم حسين 4 أعوام وأصيب آخر في حريق هائل شب بمعسكر السلام للنازحين بسنتر 10 بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء. وقال محجوب آدم تبلدي ممثل نازحين معسكر السلام بنيالة بجنوب دارفور أن الحريق قضى على 8 منازل وعربة بوكس ومبالغ نقدية مع 3 عربات كارو و8 من الأغنام إلى جانب كميات من المحاصيل المخزنة. وأضاف محجوب آدم تبلدية لراديو تبنجة في هذا الخصوص. النار حريق هائل كبير جدا وحرق أكثر من 8 بيوت وقتل وأكل طفل عمره 4 سنوات والآخر في المستشفى، وخسائر يعني فادحة كبيرة جدا جدا، يعني ما تقارب إنه القروش النقدي والكوارو والعربية بوكسي و3 كوارو عربية بوكسي و3 حمير و8 من الأغنام. نفس مواطنو مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مستشفى الضمان تحت شعار أمني مافي، تنديدا بانعدام الأمن بالمدينة، وذلك على خلفية إصابة شخصين بطلق ناري بحي القبة وسط الأبيض يوم الأربعاء. وأضاف أحمد رباح من لجان المقاومة لراديو دبنجة في هذا الخصوص. كلام نعمل في حي القبة في وسط المدينة، أحداث بتاعت متسلتين ناس شايلين سلاح جايين أصلا دارين يسرقوا، وشباب ديل عاملين لهم زي دورية في حي القبة واتفاجئوا بالحرامية ديل، واحد هم 5 ولما عثرهم في زقاق كده واحد طلع كلاش ضرب واحد في يده وواحد في رجله. وجه أطباء انتقادات حادة للزيادة الكبيرة التي قررتها ولاية الخرطوم على الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية بنسبة بلغت نحو 10 أضعاف. وقال الدكتور سيد كنات لراديو دبنجة أن رسوم زيارة المستشفيات ارتفعت من 20 جنيه إلى 200 جنيه ورسوم الملف من 600 جنيه إلى 4200 جنيه، بينما بلغ رسوم السرير 2000 جنيه يوميا بدلا عن التنويم المجاني، كما أن العمليات القيصرية المجانية بلغت رسومها 30,000 جنيه. وأضاف الدكتور سيد كنات لراديو تبنجة في هذا الخصوص. والدخول كان ب20 جنيه الباب، هسه بقى ب200 جنيه، وبعدين العمليات أقل عملية ب35 وأكبر عملية ب190، كويس؟ صورة الأشعة بقت ب1500، الدم في حاجة اسمها CBC ب500. بالنسبة للعمليات الجراحية المريض يتكفل بيجيب كل المستهلكات بتاعت العملية، بالذات ناس العظام، طبعا العظام دي لغاية عالية جدا. وفي ذات السياق أوضح أطباء بمستشفى الخرطوم أن الحد الأدنى لأسعار الفحوصات بلغ 500 جنيه. بينما ارتفعت رسوم الأشعة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه وزادت تكلفة الموجات الصوتية من 1500 إلى 2000 جنيه. ورجع الدكتور سيد كنات الزيادات لتوقف الدعم الدولي بسبب الانقلاب. وأضاف الدكتور سيد كنات في هذا الخصوص. زمان النظام البايت كان ده رفع يد من الصحة نهائيا في مشروع خصخصة، واصطدم بالأطباء وفي النهاية المشروع ما قدر يمشي لقدام. من جوناس حمدوك كانوا عملوا شغل سمح جدا، معونا لجنة تسيرية أطباء السودان والمستشفيات اشتغلت بطريقة كويسة جدا. مسكوا الكيزان تاني والبرهان لأنه الدعم الخارجي وقف، دخل الدولة وقف، شغلانية بقت الدعومات اللي بتجي من برا حتى WHO يعني وقفت.
تواصل تعطل خدمة بنكك التابعة لبنك الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسط شكوى من عملاء البنك بتعطيل تعاملاتهم والتزاماتهم المالية. وأشار عملاء بنك الخرطوم إلى الأعطال الفنية المتكررة لتطبيق بنكك، مطالبين البنك بالإسراع في معالجة المشكلة. وقالوا أن تطبيق شهد أعطال متكررة خلال الفترة الماضية مما فاقم من معاناتهم. قال إعلام مجلس السيادة أن الفريق البرهان أكد خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونيتامس فولكر بيرتس على حرص الحكومة الانتقالية على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. وقال البرهان أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية. رحبت الإدارة الأهلية لقبيلة كنانة بمحلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان بالمبادرة التي تقدمت بها عدد من الجهات من أجل الوصول إلى التصالحات بين المكونات المختلفة بالمحلية، ورهنت الجلوس للصلح بتحقيق عدد من الشروط أهمها القبض على الجناه. وأضاف النية الحسين عمدة مدينة أبو جبيها لراديو دبنجة في هذا الخصوص: ما رضينا الصلح، لكن عندنا لقاءات ثلاثة وأربعة وخمسة لقاءات من ضمنها قبض الجنا، وعندنا عرفنا ترحيل أسرة الجنا. ثلاثة عندنا يعني مطالب بلجنة قانونية تقصر حصن الحقائق. شيء بني ما دامت عندنا إذا كان احنا غلطانين هذا القانون نرفع منها، أما إذا كان احنا متعدى علينا مطالب بلجنة قانونية تقصر تعرف الحقيقة في الجزورة. ففي ذلك الشيء كان تم في الفترة الفاتت دي كلها يوميا بتجيني وفود، يوميا بتجيني وفود. وكانت محلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان شهدت أحداث متكررة العام الماضي راح ضحيتها عدد من الأشخاص وخلفت نزوح وسط المواطنين. أجمع متحدثو اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية أمس على الالتزام باتفاق جبل السلام والتمسك ببنوده، وذلك انطلاقا من تأكيدات خلو سجل المراقبين العسكريين من تسجيل قرق أمني واحد في هذا الخصوص. وأوضح سليمان صندل الحجار الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن المقصود بعدم وجود قرق للاتفاق هو أن جانبين الجيش والحركات المسلحة لم تشهد حالات اشتباك بينهما، مشير إلى أن ما يتم من حالات انفلات في بعض الأماكن هو حالات فردية معزولة. وأضاف سليمان في هذا الخصوص: احنا لم نسجل احنا في اللجنه العليا ولا حتى في الاخوه في لجنه وقف اللدغ النار الدائم يعني مقرها الفاشر لم يسجلوا اي انتهاك لوقف اللدغ النار من كل الاطراف. طبعا ده باكد رغبه الاطراف، باكد يعني الاراده السياسيه للاطراف في عملهم من دون رغبه في تنفيذ هذا البروتوكول. وده كذلك يقودنا الى الحديث لاول مره انه في سلام في السودان، سلام شامل، انه ما في حرب الان تماما، وده اكبر انجاز لهذه الثوره. أوقفت السلطات الأمنية برنامج بيوت الأشباح الذي يبثه تلفزيون السودان ويكشف أساليب التعذيب التي كان يمارسها النظام البائد ضد خصومه. وقال مصدر بالقناة لصحيفة الجريدة أن البرنامج تم إيقافه مباشرة بعد انقلاب 25 من أكتوبر وبتوجيهات من القوى العسكرية التي استلمت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وأشارت الصحيفة إلى إيقاف بث ثلاث برامج، وهي برنامج حوار البناء الوطني وسلسلة التحقيقات الاستقصائية صناع الشر، إضافة إلى بيوت الأشباح. شكى مواطن وحدة أبو سندير الإدارية التابعة لمحلية الفردوس بشرق دارفور من تفشي حالات الإصابة بمرض الحصبة وسط الأطفال، وطلب المواطنون السلطات الصحية الحكومية والدولية بالتحرك الفوري والتدخل لإنقاذ الأطفال قبل أن يتمدد المرض وتصعب السيطرة عليه. قرر السودان وجنوب السودان عقد مؤتمر على مستوى الولايات الحدودية لبحث قضايا التعايش السلمي والتنمية وتسريع عمليات فتح المعابر الحدودية. وشدد الطرفان في اجتماع عقد بجوبا على ضرورة قيام الإدارات الأهلية وجهات الاختصاص والمسؤولين في الولايات الحدودية بضبط التفلتات والمتفلتين على طول المناطق الحدودية بما يضمن حرية حركة الأفراد وقطعان الماشية دون مشاكل أمنية. وأشار الطرفان إلى أهمية العودة إلى اتفاق التعايش السلمي السابق بين المسيرية ودين كمالوال المبرم في العام 1990 لتثبيت دعائم التعايش السلمي بينهما وكافة القبائل في المنطقة.
انطلقت فعالية القمة الأوروبية الأفريقية في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس بمشاركة قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الأوروبي والأفريقي وسط غياب سوداني لافت. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي أنه لم تتم دعوة أي مسؤول سوداني إلى القمة الأوروبية الأفريقية، ورجع محللون عدم دعوة السودان إلى الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر وتسبب في تعليق عضوية السودان في عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية. الخبر الأخير في النشرة: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن وفاة 8 أشخاص وإصابة 31 آخرين بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن ولاية الخرطوم سجلت 27 حالة بجانب حالات أخرى في 3 ولايات، وسجلت ولاية نهر النيل 3 وفيات وشمال كردفان 3 وفيات بجانب حالة وفاة واحدة في كل من البحر الأحمر والشمالية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.